ويا جفاف اللي مفسد، ويا جفاف اللي مفسد، ويا كلينيكس اللي مفسد، ويا كلينيكس اللي مفسد، موسكوب يا حقيق، موسكوب يا حقيق، ويا كلينيكس اللي مفسد، يا كلينيكس اللي مفسد، موسكوب يا حقيق، موسكوب يا حقيق، ويا جفاف اللي مفسد، ويا جفاف اللي مفسد، موسكوب يا جبل، موسكوب يا جبل، ويا كلينيكس اللي مفسد، ويا كلينيكس اللي مفسد، موسكوب يا حقيق، موسكوب يا حقيق، ويا جفاف اللي مفسد، ويا جفاف اللي مفسد، ويا كلينيكس اللي مفسد، ويا كلينيكس اللي مفسد، ويا العصار اللي مفسد، ويا العصار اللي مفسد، موسكوب يا جبل، موسكوب يا جبل، سواليوم سوا غدا، سواليوم سوا غدا، موسكوب يبان غدا، موسكوب يبان غدا، سواليوم سوا غدا، سواليوم سوا غدا، المتابعة ولا بد. تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية أمام المنطقة الأمنية بسيدي سليمان للمطالبة بمحاكمة مسير صفحة سكوب سيدي سليمان كباقي المحاكمة التي عرفت مجموعة الصحافات كحمزة منبيبي، مجموعات ديال الجراثيم التي تختبئ وراء الصفحات المجهولة، إلا أن في مدينة سليمان أصبحت يضرب المثل في الصفحات المجهولة، وزعيم هذه الصحافة هذه الصفحات المجهولة موسكوب سيدي سليمان. السؤال الذي يطرح، لماذا لم يتم متابعته ومحاكمته وتقديمه إلى أنظار العدالة لإنصاف المتضررين الذين تعرضوا للتشهير والمسب أعراض مجموعة ديال الشرفاء بمدينة سليمان؟ هذه الوقفة هي بداية للوقفات والمعارك سنخوضها حتى يتم محاكمتهم. والشعار ديال الاي بي ديال الصفحه المجهوله هي تحمل اللافته، نطالب للمختصين والمختصين بتقديم هذا الجرثومه التي تتواجد في مدينه سليمان ومحاكمته حتى يضرب المثل لامثاله والذين يختبئون وراء الصفحات المجهوله للابتزاز وضرب أراد الناس ونشر ادعاءات كاذبة. وشكرا لكم، موعدنا في ساحة غزة أمام مجلس البلدي في هذا الأسبوع، وتحية لكم. كنهضر على هذا الفساد اللي كاين في سليمان، وكنهضر على الفساد اللي كاين في سليمان، وما كتاخذش حقك، كتجي تهضر كيبقاو ينتقدوك، ما كيعطيكش لا حق لا والو. أنا من 2019 تضرب لي ولدي وجيت ما جيت وجيت كنشكي على حقي، ما بغاوش يعطوني حقي، داير لي التاريخ، التاريخ قال به ليا. أنا في 2019 شهر 9 ما جيتش كاع عندهم، وداير لي بأن حضرت ومبدل لي الدوسي، مبدلين ليا، مبدلين لي حتى التاريخ، مبدلين ليا هذاك 9 أنا ما جيتش فيه ولا جيت فيه. أنا نتحاكم في هذا الشهر، في هذا 9 2019 اللي جيت هنا نتحاكم. أنا ما عيطوا عليا حتى 2021 شهر 12 عاد عيطوا عليا وقلبوا لي الدوسي، قالوا لي تستقبلناك، وأنا ما استقبلونيش كاع، ما جيت. أنا ما حلفت، أنا ملي عمرت الدائرة الثالثة ما جيتش كاع لهنايا من 2019، زوروني ها انا مشيت للمحكمه، جبت الدواسه كامل، لقيت كلشي مزور، شتي لقيت كلشي مزور. انا هاد الناس ما كناخذش حقي، دابا فين ما مشيت كينتقدوني، ما كيعطونيش حقي كاع، صافي كلشي كلشي ما كيعطينيش حقي في هاد السي سليمان، كلشي. دابا كنضرب ولادي، كنصبر بحقي، اي حاجه كنصبر بحقي. شكون هادو باش تقطع؟ شكون هما؟ صحاب البيجي هما اللي لعبوا لي في الدوسي ديال ولدي، ثلاثه بهم هما اللي لعبوا لي في الدوسي ديال ولدي. انا هذا شهر 9 اللي داير لي فيه هاد التاريخ اللي داير لي في الدوسي اللي جبت دابا من المحكمه، شفت جبتو من المحكمه، كنلقى انا شهر 9، وانا شهر 9 ما جيتش كاع عندهم في 2019، ما جيتش كاع مره عندهم. راجلي اللي جا عندهم وقال لهم راه السيد تشد، وجاب لهم سيديات، هذه جابهم لهم قبل ما يتسد، قبل ما يشد السيد. درتي شي شكايات قضائيه؟ اه عندي شكايات، عندي كل شيء، عندي السيديات، بان هذاك السيد باقي كاع ما تشد، كان كيتهددني وكان كان كيشهر لولدي. دابا انا بسبب هذاك التشهير كيصيفط ولدي مرض نفسانيا، ولدي كيتعالج، ولدي راه كان مختفي هذا العام هذا، يلاه جدو دابا، هذا الشيء اللي واقع. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.